عسلامة عسلامة لاباس الحمد لله عسلامة عسلامة أخت لاباس الحمد لله رحب بخير بخير ومش بخير تعبانين برشا علاش شنو السبب؟ تعبانين برشا اليوم كان عندنا تحرك في القصبة وإحنا المعلمين النواب اليوم جمعتنا القصبة رفقة زملائنا اللي هم الأعمال الوقتيين والأتروا ونواب خارج الاتفاقية معناتها اليوم اتحاد جميع قطاع التعليم الكل اتحدنا قدام ساحة القصبة واحنا المعلمين النواب خارج الاتفاقية اللي ظلمتنا اتفاقيات السابقة اللي هي اتفاقية 5 ديسمبر واتفاقية 8 ماي عملنا مسيرة على الأقدام في جونفي والحكومة هذه ما سمعتناش وما استجبتش لمطالبنا طويلة مطالبنا معناتها لنا سنوات نسدوا في شغورات فعلية في المدارس الابتدائية نقوموا مع تعويض نيابات شغور تام معناتها طيلة السنة الدراسية فينا شكون من 2010 فينا شكون خدمت به وزارة التربية سنوات متتالية من 2018 و 2019 و20 ولم يقع إدراجه في قاعدة البيانات معناتها حتى في اللي باز دوني باز دوني ماهوش موجودين في وزارة التربية معناها وزارة التربية هذه تستغلنا أبشع استغلال وفي آخر المطاف نلقاو احنا مهددين ما تشملنا حتى اتفاقية أعمارنا ما عادش تسمح في أننا نمشيو لحتى مجال آخر خلاصنا ما نخلصوش فينا شكون اللي عامين ما خلصناش لحد توا لحد الساعة هذه فعلا لحد الساعة هذه فينا شكون مازال ما خلصش احنا مطلبنا الأساسي اليوم كان في ساحة القصبة هو تسوية وضعية نواب خارج اتفاقية بجميع أصنافهم كلك سوال في الباز دوني ولا اللي مش في الباز دوني رفع المظلمة عن أتروال أتروال ينعم معلم يخدم في 25 ساعة رغم أنه متخرج قرن 3 سنين بعد الباك كما بقية الزملاء المفروض يخدم 18 ساعة لكن الوزارة تقوم بتقسيم وتجزيء معلمين أصناف وتشتيت قطاع التعليم الأساسي اليوم تحركنا كان مساندة نقابية ومساندة فروعنا الجامعية ومساندة الاتحادات الجهوية والاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل كانت وقفتنا الاحتجاجية وتحركنا بالقصبة إن شاء الله صوتنا يكون وصل ما زلنا في انتظار المفاوضات وما احناش مسلمين ما احناش متراجعين على حقنا ما زلنا مواصلين في تحركاتنا ونضالاتنا من اجل اولا تسويه وضعيه نواب خارج اتفاقيه بالانتداب ملحق تكميلي لدفعه 22 خاطر مظلمه كبيره انه معلم بعد سنوات من التشغيل الهش معناتها يكون مطمئن يقول لك انا نخدم 2010 اكيد باش يقع انتداب يلقى روحه البرة فينا مندوبيه السنة استغنيت معناتها قالت لك لا انت ما عادش مستحقتك لابورت ما عادش عندك وقت ما عادش عندك مكان معايا معناها لو كان دولة احنا رسالتنا نحب نوجهها للدولة نتاعنا للحكومة نتاعنا لرئاسة الجمهورية للسيد قيس سعيد نقول له يا سيد الرئيس رانا تعبنا رانا عملنا مسيرة على الأقدام من أقصى الجنوب إلى تونس العاصمة ولم يقع الاستجابة لمطالبنا مطالبنا واضحة انتداب ولا شيء غير انتداب لنواب خارج اتفاقية إلغاء صفة العون وقتي معناتها معلم يعدي سنين عمره نيابات ومن بعد يقع انتدابه بهذه الصيغة الصفة المهينة صفة العون الوقتي معناتها 5 سنين يقعد باش يقع ترسيمه ورفع المظلمة عن أتروا ليش عندك انت تقوم بالنيابه انا من 2010 نقوم بالنيابات وفي 2010 صارت اتفاقيه 2012 وما شملتنيش اتفاقيه 2015 وما شملتنيش و2018 علاش على خاطر كل سنه يقع تغيير الشرط الخاص للانتداب في البدايه كان شرط الادماج هو بالسكور وسنه التخرج وقداش عمرك والى اخره من بعد يتبدل شرط الادماج 6 أشهر كل سنه حسب معناتها ما يروق للحكومه ولا للوزاره انها تبدل شرط الادماج وانت قداش عندك انا كيف من 2010 دخلت النيابات عملت 2010 عملت 2012 سكور نتاعي وحتى اللي صار الاتفاقيه بحكم اللي جات بريود ما يعطيك حتى نهارين 4 أيام 5 أيام تجمش تلمت 5 شهور و15 يوم صارت الاتفاقيه الاولى الثانيه الثالثه ما هو مكتوب ربي ما قلناش لا لكن بعد ما توا ولينا وكنا نخلصوا 120 دينار في الشهر خاطر كنا نخلصوا ساعه ب 3000 فرنك ونقريو في 25 ساعه توا ولت عندنا بالكونترا كونترا القيمة المالية نتاعو 750 دينار 150 دينار تغطية اجتماعية لكن أنا نخلص بديت نخلص سبتمبر خلصنا الجمعتين اللي فاتوا بالساعة بالدقيقة بالدرجة يخلصك 600 دينار 150 نورمالمون يتقص عليك حيطة اجتماعية وسينر بيس لكن أنا نمرض نمشي نقولوا عندي كرني عندي كذا تجمش تداوي خويا خاطر ما تخلص بالشهر ما عندكش فيش دو بي ما نجمش خرج لك كرني معناتها نموت يعني معناتها ما عنديش حق نداوي في بلادي فهمت زميلتنا ماتت السنة زوج زميلات ماتوا خاطر ما عندهمش كرن عندهم مرض الخايب الله غالب ربي يرحمهم وينعمهم
فهمتني؟ ماتوا علاش؟ السبيطار ما ينجمش يقبلهم حتى السبيطار، خاطر ما عندهمش كرني، اما عندهم نومرو نتاع سينار بياس. ما كنا لا غالب، ربي يرحمهم وربي يرحم الزملاء اللي توفوا في الكورونا وكل، رانا خدمنا في في اقاصي الريف، معناتها انا نخدموا في صفاقس، تخيل انت تعمل تسكن في وسط البلاد نتاع صفاقس، تعمل ديبلاسمون نتاع 52 و54 كيلومتر باش تقري، فهمني؟ واكثر بعض منه يخدم على الحدود بين صفاقس والمهديه معناتها، وتعمل ديبلاسمون وتكري وكل شيء، وقتاش يخلصك؟ بعد 6-7 شهور اذا خلصك، وشوف يخلصك صحيح ولا غلط. هذا بالنسبه للحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها. ومعناتها راك انت تعرف معناتها تقري 18 ساعه، ما تقولوش راهو معلم مسمار في حيط وهكا الحكايه، والله لا باهي برا حتى المنتدبين يتعبوا، راهو المعلم كي يدخل يقري اربع سوايع راهو في الدار عامل 8 سوايع تحضير، وتحب لها مصروف معناتها بابراس وكل شيء واوراق، وتحضر الكور نتاعك وتحضر كله تعب. تمشي المكتبه باش تلقاه يخسرني 500-600 دينار، نقعد حاشة مع روحي كنت عدى في الحومه انا، فهمتني؟ صار تحرك قبل تحرك احنا توا بالنسبه لعام السنة كل شهر برست نتحرك. اخر ما حاجه عملناها هو تحرك 13 جونفي اللي كانت مسيره انطلقت من مدنين وفات وصلت 13 جونفي قدام وزاره التربيه، ما رعنا ما حتى استجابه لحتى مطلب. مطلبنا الوحيد هو انتداب، انتدبني نواب خارج الاتفاقيه، معلم نائب خارج الاتفاقيه، انتدبلي باش انا انت تجي توا تقول لي قاعد نعمل في تطوير المناهج وتطوير المنظومه التربويه، وانت المعلم تخدم فيه تحت طائله التشغيل الهش، كيفاش تنجم تنهض بالتعليم؟ كيفاش تنجم تنهض انت وتعمل كتاب جديد وتركيا تطبع فيه وما ندري شنو وكذا؟ هو المعلم هيك اللي قاعد يقري هيك راس المال، وبعد نجي للصغير راس المال الثاني اللي مش نصب له انا المعلومات، نوصل له المعلومات الطريقه البيداغوجيه اللي نوصل بها المعلومات، تحب لها فلوس راه. انا مش معناتها جوست انا نتكلم برا، مش فهمني، مش نتكلم برا، نتكلم لازم نشري اوراق، تصاور، فيديوهات، خدمه انفورماتيك، طبعان، برشا حكايات. فما معلم فما مدارس ما تنجمش تطبع، ما فيهاش فوتوكوبي، تطبع البرة ونعرفوا الطبعه بقداش البر. متاكدين منه انه فما شغورات وهذا اللي يخليكم معناها تاخذوا نيابه بعام كامل؟ اي فما شغورات متواجد كل عام يوجد اكيد، فما كل عام يخرجوا برشا معلمين على التقاعد، كل عام كل مندوبيه يجي كيما نقولوا عندها 200 شغور، الدخل اللي دخل من علوم التربيه والمنتدبين الباقي مش ناخذوهم احنا، بخلاف الشغورات الظرفيه نتاع 3 شهور، مرض طويل المدى، طويل الامد، مرض نتاع 5-6 شهور، نتاع شهرين، نتاع 3، حاله وفاه لا قدر الله، معناتها فما شغورات، احنا معناتها وزاره التربيه تستحقنا، فهمني؟ واحنا ولاد تونس ديجا. منين جيتوا انتم؟ احنا جينا من صفاقس، مش كان من صفاقس، التحرك هذا شمل جميع الولايات. جميع الولايات. جينا من كل الولايات. وصارب قداش من شخص؟ تقريبا مسير التحرك كان كبير عيسان، عدد تقريبا 600 رقبه اليوم تقريبا قدام من 600 ل 1000 رقبه جاو. الاشاره اخت حبيت نقول لك راهو الوزاره تلتجا لنا في كل سنه دراسيه، وعندنا متفقدين ومساعدين بيداغوجيين يتابعوا فينا ويراقبوا فينا ويعرفوا معناتها جدارتنا وخدمتنا، فما دي رابور معناتها وثما خدمه موثقه وثما عمل منجز وثما حاجات احنا مطالبين بهم كل سنه دراسيه، لكن احنا نأديو في الواجب نتاعنا ونأديو في لكن الوزاره لا تلامت الختام. شنو تحب؟ تصويت وضعيه نواب خارج الاتفاقيه والقضاء نهائيا مع سياسه التشغيل الهش. يعطيكم الصحه.